انت بتعمل هنا؟ الحمد لله على السلامة وأسفين على الرخامة. اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل أذايا. أهلا بيكم في رامز جنب الآخر، والآن فلتبدأ المساخر. عنوان الحلقة دي هو نبذ التعصب. أنا جايبكم هنا يا جماعة النهاردة علشان تعانوا وتتعاونوا مع بعض وتنبذوا التعصب وتضربوا مثال للجمهور الأهلي والزمالك إن مفيش حاجة اسمها تعصب. دخل الوحش، شغل السير ناحية الوحش. الله يلا الله، والله برافو، شوية إحماء كده قبل التمرين. ولا رامي الله بينا ولا بخاف الكلام يلا. وقف السير، دخل الوحش. أنا جاي أهو. دخل الوحش، دخل الوحش. في إشاعة طلعت إن الونش ومحمد عبد المنعم مش طايقين بعض، ده حقيقي؟ ونش ما تديش أمان ها؟ بجد؟ والله ما تديش الأمان. يعني إيه ما تديش الأمان؟ للدرجة يا رجالة؟ خلاص الزمن كله بقى خيانة. هتعمل إيه يا ده؟ دخل الوحش. شغل السير ناحية الكلب. بتعملوا إحماء قد إيه يلا قبل التمرين؟ ولا رامز وبعدين؟ هوب. انت مين معاه موبايل انت؟ طب احذفهولي. خد المحفظه دي كمان. ولادك اللي على الموبايل دول ونش؟ ايوه. ادعوا لبابا يا ولاد. افتح لهم النفق. نفق؟ نفق؟ تعالى هنا بس يكون في حاجه جايه من النفق. يلا يا جماعه عشان رامز. من ده للزمن. انت بتقول يلا رامز؟ ماشي. ها؟ انت قلت بقى. انت اللي قلت يلا رامز مش هتهزرش بقى يا ابني. انا جاي اهزر، امال انا جاي اتكلم جد؟ خش فين؟ يلا ابو الاوناس. اقول لك ايه؟ عايز ايه؟ انا شايف تعبان هنا اهو. يلا ابو الاوناس، يلا ابو الاوناس. خش خش النفق يا خش النفق. وبعد النفق الباب هيتفتح؟ بعد النفق ده هتخرجوا على البوابه على طول. اديني اثبات. يعني اديك اثبات يا طلع لك البطاقه. اصبر يا رامز. خش يلا. يلا يا منعم يا خش ابدا يا باشا. خش يا بقى، خش اللي جايه والمصحف عديها. بص اهو خش يا بتلسع. خش يا ونش خش يا والمصحف هظرفك وقت. طب ايه اصبر ما تخش. نخش ازاي؟ ما تفتح بتساعة اتنين. خش يا ونش. طيب الباب. خش يا يلا خش خش يا خش فين يابا؟ يلا خش. انت بتعمل ونش يا عم؟ في ازاز؟ في ايه يا ابني؟ فين اللياقه؟ تعال ولا